حنا جينا لولايه باتنا ماهوش باش نقدموا الدروس، انا كنجي لباتنا نجي نتعلم الدروس. شكرا لكم والسلام عليكم. اللي حقها الوطن ونيتنا وشرفنا. البرلمان بغرفته. ومحتوى ايضا حول الموعد الانتخابي والثقافه الانتخابيه اللي هي مربوطه بوعي المواطن ووعي قاده المجتمع المدني والشباب على اهميه هذا الموعد بالنسبه لحياه الناس وشغلات المواطنين البلد ايضا في سياسته الوطنيه والدوليه. هذا كله شكل بالنسبه لنا رساله تنبني على حوار يقوم به اعضاء المجتمع المدني والشباب مع كل مكونات المجتمع بحيويتها حول اهميه السياق اللي رانا نمر به الان اللي يتمثل في عديد من الانجازات الكبيره اللي تعرفها البلاد وايضا ربطها بالافاق، الافاق تاع يوم 7 سبتمبر اللي تشكل من خلال خلينا نسميها حاله وعي تاع مواطنه واللي تشكل ايضا السلوك الانتخابي اللي يخلي المواطن يروح يعاود يثمن هذا العمل او يعمل له تفاعل او يعمل له نقاش واللي يتشكل له ايضا هذه العمليه تاع المد والجزر يعني بناء الوعي وبناء القدره في فهم هذا التحول اللي رانا عايشينه في الجزائر وايضا فهم التحديات اللي راهي تدور حول الجزائر وايضا في خلينا نسميها السلوك المواطنه. اليوم رانا بدعوه من مرصد الوطن المجتمع المدني مشاركين باسم جمعيه المستقبل، نظن باللي راح تكون المسؤوليه مسؤوليه كبيره على فعاليه المجتمع المدني انه يتحمل المسؤوليه تاعو اليوم في اطار الديمقراطيه التشاركيه، انه يشجع المشاركه، يرفع نسبه الوعي ويدير التثقيف الانتخابي لساكنه باتنا. شكرا. هذا هو الدور تاع المجتمع المدني، هو التحسيس في هذا المجال انه كل مواطن له الحق في التعبير عن الصوت وله الراي وله الحق والحريه في التعبير عن الانسان اللي يبغى يفوطي عليه، مهم يروح يفوطي.